السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، المشهد اللي محفور في قلوب الأمة مسلمين ومسلمات اللي لا تنساه الأمة أبدا، مشهد موت النبي عليه الصلاة والسلام، مشهد وفاة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، مشهد الساعات الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بدأت تتقد الحرارة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم ومشي على رجليه لأول مرة، رجليه مش قادرة تشيله عليه الصلاة والسلام، تخطان في الأرض يعني بيزحف برجليه وهو مسنود عليه الصلاة والسلام، واتقدت الحمى في جسده وعصب رأسه وأحيل وأهيل على جسده من 7 آبار بالمياه. انت متخيل منظر النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده؟ وأحس بالموت فخرج وكلم أصحابه فقال موعدكم الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، خليكم متمسكين على العهد اللي بيني وبينكم لحد ما نتقابل على الحوض. ثم النبي عليه الصلاة والسلام فقد القدرة على انه يطلع المنبر بعد كده، لم يستطع ان يخرج لصلاة الجماعة بعد كده، فقد القدرة على انه يؤم المسلمين في الصلاة بعد كده، كانت اخر مرة كلم فيها الصحابة عليه الصلاة والسلام، ثم يفقد القدرة على ان يتكلم لدرجة انه نظر الى السواك. سيدة عائشة عرفت انه نفسه في السواك ولكن مش قادر انه هو ينطق، فيعني طيبته له واعطته له عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يا اخواني في الله اخذ يغشى عليه وكلما افاق قال اصلى الناس. النبي الحاجة اللي قلقان عليها كل ما يغمى عليه ويفوق اصلى الناس، يقولوا له لسه يا رسول الله الناس مستنياك، يغشى عليه تاني ثم يفيق اصلى الناس، لسه يا رسول الله، ثم استفاق ثالث اصلى الناس، ولم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرج ليؤم بالمسلمين. ويعني اخر ساعات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحمل على نفسه وكشف الستار ونظر فوجد المسلمين يصلون الفجر قبل موت النبي بحوالي 3 ساعات كده عليه الصلاة والسلام، وتبسم رسول الله وهو يرى الأمة تصلي وهو يرى الخشوع على الوجوه في الصلاة. لو النبي بص عليك الوقت هل هيتبسم؟ لو النبي بص على المسلمين اللي ساعة صلاة المغرب والعشاء الوقت مشغولين عن ربنا هل هيتبسم عليه الصلاة والسلام؟ ثم كانت آخر مرة شاف النبي الصحابة فيها وآخر مرة الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام فيها، ثم تزداد اتقاد الحمى في جسد النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد الألم، ويضع رأسه على صدر السيدة عائشة كأنه يهون عليها فراقه، ثم يشخص بصره إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. سيدة عائشة علمت أنه خير بين الدنيا والجنة فاختار الجنة واختار الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي جسمه متقد من الحرارة، رأسه ممكن تكون معصوبة من الألم والصداع الشديد، يوعك كما يوعك الرجلان، ممكن تكون ثيابه غرقانة من الماء اللي أهيل عليه من أجل إن الحمى تخف في جسده عليه الصلاة والسلام، لسانه مش قادر إن هو يتكلم بيه أو ينطق بيه، وملك الموت الآن يقبض روح النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت كلمة واحدة يقولها النبي قبل أن يرحل من الحياة الدنيا، كلمة واحدة بس. النبي يكافح عشان لسانه في هذه الحالة ينطق، كانت روح الحبيب تجود وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، حتى صار يغرغر بها صدره ولا ينطقها لسانه عليه الصلاة والسلام. النبي هو بيموت اخر وصية في حياة النبي اللي تحولت لاخر حاجة في حياة الامة الوقت، ساعة الاذان مفيش محل بيقفل، مفيش محاضرة بتقف، مفيش حاجة في ترتيب الحياة بتقفل، الحياة ماشية عادي. النبي عليه الصلاة والسلام انا عايزك كل ما الاذان يدن، كل ما ربنا يناديكي افتكر منظر النبي عليه الصلاة والسلام
والسلام وهو بيموت وهو مش قادر يتكلم عليه الصلاة والسلام وهو يناديك ويناديك الصلاة 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 لحد ما بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيطلع صوت من صدره ولسانه لا يستطيع ان يقولها عليه الصلاة والسلام. اللي ما لباش النداء مع كل مرة لما يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له عملت في وصيتي ايه؟ عملت في الوصية بتاعتي ايه؟ عملت لحم وجهه يسقط من الخجل على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نور حياتك بالصلاة. عايزين نتكلم النهاردة في اخطر موضوع يتعلق بالامة بعد شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. نور حياتك بالصلاة. نوري حياتك بالصلاة. ازاي يا جماعة نتكلم مع واحد ما بيصليش او واحدة بتصلي على سطر وبتسيب سطر او واحدة بتقولك انا كشف شعري ما ينفعش ان انا اصلي او واحد بيقولك انا بقع في الموبقات ما ينفعش ان انا اصلي. ازاي نقنع الامة كلها ان الصلاة دي اهم حاجة في حياتنا كلها. نور حياتك بالصلاة. نور الحقيقة اخوانا. وانا بدأ اتكلم انا مش قادر اتكلم مش قادر اتكلم لان انا مكسوف اخوانا مكسوف مكسوف. بتخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام ربنا احياه الوقتي والنبي عليه الصلاة والسلام مشي في شوارع المسلمين الوقتي وقعد يشوف النوادي يوم الجمعة بالليل اخبارها ايه وقعد يشوف الشوارع والكورنيش اخباره ايه وقعد يشوف غفلة الامة قدام القنوات والمواقع والشوارع اخبارها ايه. النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي في شارع المسلمين وقلبه مقهور فجأة لقى المسجد اللي احنا فيه ده لقى مسجد بيبص جواه لقى شباب جوا المسجد ولقى بنات جوا المسجد ولقى درس ديني جوا المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام فرح اخيرا لقيت ناس عايزين يوصلوا لربنا يقينا بيتكلموا الوقت في الجهاد في سبيل الله او بيتكلموا الوقت ازاي يضحوا بعمرهم عشان ينزلوا في الدعوة الى الله او بيتكلموا الوقت بالتضحية عشان التضحية عشان ربنا. النبي دخل وهو فرحان بينا وسألنا انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا مكسوف يا جماعة مكسوف من اللحظة اللي هنقول للنبي عليه الصلاة والسلام فيها احنا بنتكلم ازاي ما نسيبش الصلاة يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا انتوا لسه هنا انتوا لسه بتتكلموا في ترك الصلاة انتوا لسه بتتكلموا في القضية دي. مكسوف لو النبي عليه الصلاة والسلام سألنا وقلنا له احنا بنكلم الامة في ترك الصلاة يا رسول الله يا ترى النبي هيعمل ساعتها ايه؟ يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام هيحزن على امته ساعتها قد ايه؟ مكسوف ان انت لسه هنا ان انت لسه هنا واحنا بنتكلم مع بعض في ترك الصلاة. مش قادر اتكلم في البداية يا جماعة مش قادر اتكلم في البداية وانا حاطط ايدي على قلبي انا جاي لكم وانا حاطط ايدي على قلبي. ليه؟ لان انا عامل الوقت زي اب داخل على ابنه وابنه بيموت وابوه ماسك الدواء في ايديه لو ابنه ما خدش الدواء ده ابنه هيموت وابنه رافض انه ياخد الدواء ابوه داخل بيتوسل اليه بيقول له ارفض اي دواء الا الدواء ده الا الدواء ده. هو ده احساسي وانا جاي وحاطط ايدي على قلبي الا الصلاة. سيب اي حاجة ما انتش قادر عليها الا الصلاة. نتكلم في اي حاجة الا الصلاة. دي الحاجة اللي انت لو ما عملتهاش انت هتخلد في جهنم. دي الحاجة اللي انت لو ما عملتهاش انت هتحشري مع فرعون وقارون وهامان يوم القيامة. دي الحاجة اللي انت لو ما عملتهاش هيتقلك على حوض النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. دي الحاجة اللي انت لو ما عملتهاش خلاص انت قطعت كل حاجة بينك وبين ربنا. انت قطعت كل صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده حاطط ايدي على قلبي لان ما ينفعش تقول للموضوع ده لا. ما ينفعش يقول لأي حاجة نتكلم في اي حاجة الا في ده. دي الحاجة اللي انت لو ما عملتهاش وعملت الدين كله خلاص ضعت. ولو عملتها وسبت كل حاجة باقية ممكن ربنا يغفر لك ولكن دي الحاجة الاساسية في الدين. مش قادر اتكلم يا جماعة مش قادر اتكلم وانا جاي لان انا حزين حزين وانا جاي لكم حزين على المنظر اللي من ايام لما الاستاد اتقفل والناس ملت الاستاد والناس بره بتنط من على السور بتاع الاستاد عشان تعرف تدخل في نفس اللحظة اللي اذان العشاء بيدن فيها وابواب الجامع مفتوحة والجوامع فاضية والناس بتقتتل عشان تدخل لماتش الكورة. حزين وانا نازل اصلي الفجر النهاردة وساكن في شارع كبير طويل
لكن في الاف مؤلفة من الناس ما فيش واحد وقعت عيني عليه الا ثلاثة بيطلعوا طوب في البيت اللي بيتبنى جنب بيتي، الا ثلاثة صاحيين عشان الدنيا. حزين لما بنقارن منظر المقابر ساعة الفجر ومنظر شوارع المسلمين ساعة الفجر، لا يمكن نفرق ما بين الاثنين، بل ممكن في المقابر نلاقي شباب بيشربوا مخدرات ساعة الفجر. حزين يا جماعة، حزين حزين. وانا شايف الامة بتوصل للحالة دي، وانا شايف ساعة صلاة العشاء القهاوي مليانة والجوامع فاضية. حزين وانا جاي لكم مش قادر اتكلم لان انا حزين. حزين ان الكافر اللي بيشوف الصلاة وبيشوف منظر الصلاة بره بيدخل في الاسلام، والمسلم زاهد في الصلاة، والمسلمين والمسلمات زاهدين في الصلاة. حزين لما بفكر كام واحد حياته اتقلبت، وكام واحدة دخلت في الاسلام لما شافت حد بيصلي. اليهود اللي متحكمين في الاعلام في العالم باذن الله وحده بيغلوشوا على مناظر الصلاة في الاعلام بتاعهم، لانهم عارفين ان الناس بتسلم لما بتشوف صلاة المسلمين. كام واحد غربي اسلم في المطارات العالمية لما مسلمين وقفوا صلوا فيها. كام ناس اسلمت لما سمعت الاذان. يوسف استس، تعرفوا يوسف استس ده؟ من دعاء من اكبر الدعاء للاسلام في العالم. ده كان قسيس يا اخوانا، قسيس امريكي، وكان بيتاجر مع ابوه. ابوه قال له هتروح مصر عشان هتتاجر مع راجل اعمال هناك، بس راجل اعمال مسلم. قال له الا المسلمين، انا بكرههم، الناس دي انا بكرهها، الناس اللي قاعدة تعبد صندوق اسود اسمه الكعبة وقاعدة تعبد الصندوق الاسود ده، انا بكره الناس دي. ابوه صمم عليه، استسلم وخد معاه الكتاب المقدس بتاعه، دخل على راجل الاعمال المسلم الملتزم، بدأ يتكلم معاه، فوجئ ان راجل الاعمال المصري فاهم الدين، وبدأ يتكلم معاه في كلام ازهله في الدين الاسلامي والدين بتاعه. قال له انا رايح اصلي في الجامع. خده هو وقص تاني برضه معاه، راحوا معاه يصلوا في الجامع. دخل الجامع بهر بمنظر الصلاة. ايه المساواة دي؟ ايه الخشوع ده؟ ايه البساطة دي؟ مفيش تماثيل، مفيش صور، مفيش ترانيم، مفيش اغاني. ايه الخشوع اللي على الوجوه ده؟ هو والقص التاني وقص تالت دخلوا في الاسلام. من الاسباب اللي دخلتهم في الاسلام لما شافوا الصلاة بتاعة المسلمين، لما شافوا الصلاة. قصيص تاني اسمه لوفر واك، لوفر واك ده اسلم لما شاف منظر الصلاة. بيقول حينما رأيت منظر الصلاة بهرت، حتى في السكك الحديدية، حتى في الحقول. فلاح سايب الشغل بتاعه واقف يصلي، الناس في السكة الحديد واقفة تصلي. بيقول وقد تركوا الدنيا كلها حينما ناداهم الله. منظر كل واحد شاف الصلاة وقلبه تزلزل ايا ما كانت جنسيته في العالم. كتير قوي كانت الصلاة سبب من اخطر اسباب اسلامهم. انجلترا، بنت الملياردير الانجليزي جولد سميث، مغني البوب العالمي كات ستيفنز، فرنسا ايتان رينيه المصور الفرنسي العالمي، كل دول كان من وراء اسلامهم ان هم انبهروا بالصلاة، ان هم انبهروا بمنظر الصلاة. السفير الالماني مراد هوفمان، ابن غاندي، غاندي الاسطورة الهندية، ابنه اسلم وهزلزل الهند كلها باسلامه. قد ايه في ناس بسبب الصلاة اتغيرت حياتها، واحنا مش عارفين قيمة الصلاة، واحنا مش عارفين خطورة الصلاة. في البداية اخوانا انا حزين وانا شايف الاحوال بتاعتنا كده، الاسر بتاعتنا متمزقة، ممكن مفيش حد فيها بيصلي، وبيقولوا هي الاسر بتتصدع ليه؟ ساعة الصلاة دخلت جامعة من اكبر جامعات مصر، كلية اكبر كلية في الجامعة، عدد الشباب اللي كانوا في المحاضرة بس الاف. دخلت اصلي في المسجد بتاعها، لقيت المسجد بتاع يعني تخيلوا ده اللي حضر، امال الالوف المؤلفة اللي ما حضرتش كام؟ بس دخلت في المسجد لقيت المسجد ما يجيش 6 متر في 6 متر، لو 50 واحد دخلوا صلوا فيها يقفلوه. مجتمع لا يحترم الصلاة، مجتمع لا يتوقف حينما يناديه الله، مجتمع من اول حاكمه ووزاراته وجميع الشعب بتاعته ومحاضراته وامتحاناته وجميع محلاته، مجتمع لا يتوقف حينما يناديه الله. يجي بعد كده مستغرب هو العقوبات بتتنزل علينا ليه؟ هي البطالة وصلت ل 30 و40% ليه؟ هي العنوسة وصلت ل 16 مليون فتاة ليه؟ هي الدنيا ماشية كده ليه؟ وكأننا لا ندري ازاي ان احنا مش معظمين نداء الله في حياتنا. يا جماعة انا مش عارف بصراحة ابدأ منين. انا بكلم كل واحد، انا بكلم اللي بيصلي على سطره ويسيب سطر، انا بكلم
اللي كاشفة شعرها وبتقول لك انا مش ناوي اتحجب الوقت. انا بكلم اللي سايب الصلاة خالص. انا بكلم اللي اخر صلاة صلاها كانت في رمضان اللي فات ليلة 27. انا بكلم كل دول. نور حياتك بالصلاة. نوري حياتك بالصلاة. الصلاة دي حب يا جماعة. الصلاة دي علامة حب الله. لو واحد بيحب واحدة ادته 5 مواعيد في يوم واحد وكنسل ال5 مواعيد وكبر على ال5 مواعيد يبقى ده بيحبها. لا يمكن يكون بيحبها. لا يمكن يزعم ان هو بيحبها. انت بتحب ربنا يا اللي مفرط في مواعيدك مع ربنا. انت عندك كل يوم 5 مواعيد بينك وبين ربنا يا اللي انت مفرط فيهم. لو مدير الشغل بتاعك اتصل بيك في اليوم 5 مرات وكنسلت عليه بكرة هيعمل فيك ايه؟ لو رئيس الدكتور المادة اتصل عليك 5 مرات وطنشت وكبرت وكنسلت هيعمل فيك تاني يوم ايه؟ عايزين نحسبها صح يا جماعة. اللي ما بيلبيش نداء ربنا فعلا بيحب ربنا. متخيل ان هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى. ابليس اطرد 7 سماوات بسبب سجدة واحدة. انت كل يوم ربنا بيدعوك ل34 سجدة. امال اللي ما بيسجدهمش يبقى عند ربنا ايه؟ اللي ما بيسجدهمش يبقى عند ربنا ايه؟ لو انت ما احترمتش معادك مع ربنا هتحترم بعد كده ايه؟ لو انت ما انتش حاسس باهمية انك انت تدي ربنا وقت هتدي وقت بعد كده لايه؟ في عندك حاجة اهم من ربنا؟ عندك حاجة اهم من الجنة؟ مين مستني مين يا جماعة؟ مين محتاج مين؟ على قد سجداتك، على قد درجاتك. لو انت ما انتش عارف قيمة اللقاء اللي بينك وبين ربنا ده هنعمل ايه؟ يعني تخيلت كده في ناس يا جماعة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه وصلوا ل60 سنة وما صلوش لربنا ركعة. ناس في المجتمع اللي احنا عايشين فيه انت عارف كل يوم ربنا بيناديك 5 مرات يعني في الشهر 150 مرة يعني في السنة حوالي 2000 مرة يعني كل 10 سنين ربنا بيناديك حوالي 20,000 مرة يعني من يوم ما بلغت لحد 60 سنة ربنا ناداك حوالي 90,000 مرة هيسألك عليهم في العرض على الله مرة. استني لما تعرضي على الله 90,000 سؤال عن الصلاة. صلاة هتتسأل عليها مش سؤال واحد في الاول اول ما يحاسب عليه العبد. ده سؤال عن صلاة كل سنة. ياللي قاعد دلوقتي وعندك 25 سنة معانا ربنا ناداك 20,000 مرة لبيت كم مرة منهم وكم مرة منهم هتقف تطهر عليها يوم القيامة. ياللي انت عندك 35 سنة بينا ربنا ناداك 40,000 مرة. ياللي انت عندك 45 سنة بينا ربنا ناداك 60,000 مرة. ياللي انت عندك 55 سنة ربنا ناداك 80,000 مرة. يا جماعة كل مرة ربنا ناداك فيها يوم القيامة هتقف من ايدين ربنا وربنا هيسألك عليها. كل مرة ربنا ناداك فيها. جرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة. النبي مدله ايده امدد ايده وحطها في ايد النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة. كل مرة ربنا ناداك فيها النبي مدلك ايده. كل مرة ربنا ناداك فيها النبي مدلك ايده. بتبيعه كل صلاة ولا لا؟ بتمد ايدك كل صلاة ولا لا؟ انت كل مرة ما لبيتش نداء ربنا النبي مدلك ايده وانت شدت ايديك. يوم القيامة الوضع هيتعكس. انت اللي هتمد للنبي ايديك وهتقول له اغثني يا رسول الله هيقول لك سحقا سحقا. ليه انت ما صليتش؟ انا ما اعرفكش اصلا. انا ما اعرفش المسلمين يوم القيامة غير من علامة الصلاة. يا اخوانا 90,000 سؤال في العرض على الله للي عاش لحد 60 سنة هتقول فيهم ايه؟ هترد على الاسئلة اللي ربنا هيسألها لك بايه؟ قال تعالى يوم يكشف عن ساق. ابن عباس بيقول هذه اشد ساعة في يوم القيامة كله. اشد ساعة في ال50,000 سنة الساعة اللي ربنا هيسألك فيها عن الصلاة. الساعة اللي ربنا هيقولك فيها اسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يدعون الى السجود. انت متخيل ساعة ما ربنا هيقولك صلي. ساعة ما ربنا هيقولك اسجدي. اللي كان بيسجد في الدنيا هيخر ساجد. اللي ما كانش بيسجد في الدنيا عمود الفقر هيبقى عامل زي صبة خرسانة. ما عادش هيقدر يسجد. هيبقى بيموت ساعتها عايز يسجد ما هوش عارف. بس في الدنيا كان لما بيسجد بيتعرض عليه السجود. كان هيسجد على المكت. النهاردة هيسجد على ارض المحشر الملتهبة. في الدنيا لما كان هيصلي
كان هيصلي في التكييف والمروحة. النهاردة لما هيسجد هيسجد في حر القيامة والعرق بيلجم الناس الجامن. في الدنيا لما كان بيتقال له اسجد كان بيسجد في مسجد في بيت وهو مرتاح. النهاردة بيسجد وسط الظلام المرعب والحر الرهيب والزحام الخانق. ساعتها هيندم وهيتمنى انه لو كان لبى نداء ربنا زحف على وجهه للجامع وما كانش اتحط في الموقف ده. هتصلي هتصلي هتسجد هتسجد، بس لو ما سجدتهمش في الدنيا التسعين الف مرة قلبك هيتقهر عليهم في اللحظة دي. وانت جاي تسجد تلاقي ظهرك ما عادش بينفع يسجد. يقوم الواحد مقلوب على ظهره لجهنم والعياذ بالله. يتمنى ساعتها لو ربنا اذن له انه يقضي التسعين الف صلاة او لو راح منه عشرين الف او تلاتين الف نداء ولبى الباقي يتمنى يقضيهم في ارض المحشر، ولكن ما عادش ينفع. بعد ايه ابو ابراهيم يقول له اليوم اطيعك ولا اعصيك؟ بعد ايه يتشال من قوائمه ويترمى في جهنم؟ يا ليتني قدمت لحياتي. بعد ايه واحد تالت يقول يا ليتنا نرد؟ بعد ايه؟ خلاص يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. يعني كان منظر العزة هو الصلاة، منظر وشهم لما عجزوا عن السجود وهم واقفين مرعوبين والذل مالي كل ملمح من ملامحهم. كانت العزة في انك تسجد من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. وقد كانوا يدعون الى السجود. ناديتك تسعين الف مرة لبيت منهم قد ايه وهم سالمون. المنظر اللي بيزلزل القلب لما اشوف واحد نص التحتاني مش موجود اصلا، رجليه اتقطعت ايديه اتقطعت وبيزحف للجامع عشان يصلي وقت الصلاة، والسليم مش قادر ينزل من بيته عشان يلبي نداء ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى اخوانا اللي تارك الصلاة ده متخيل ايه؟ متوقع ايه لما يقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ مستني ايه؟ مستني ايه حينما يلقى الله سبحانه وتعالى؟ مشاهد تزلزل القلوب الحية. مشهد سيدنا عباد بن بشر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة وخلى عباد بن بشر يحرس الجيش. عباد فضل وقف يصلي يقطع الليل بألذ عمل لقلبه الصلاة. جه واحد من المشركين عايز ينتقم من المسلمين، مسك السهم ولقى واحد واقف فقال ينتقم من اللي واقف ده هو يصيب اي حد. مسك السهم وسيدنا عباد بن بشر واقف يصلي وضرب السهم، السهم جه في ضلع من ضلوع سيدنا عباد. لو انت مكانه، لو انت مكانه دبانة جت قدام وشك، لو انت مكانه ناموسة قرصتك في ايديك او في رجليك هتعمل ايه؟ سيدنا عباس ضلع ليه اتكسر دمه بينزف واشد الم في الجسم الم كسر الضلع. سيدنا عباد بن بشر ينزع السهم ويكمل الصلاة. يقينا كان حاسس في قلبه بلذة اشد من اي الم هو موجود فيه. المشرك يلاقيه لسه واقف على رجليه يمسك سهم تاني ويضربه فيه برضه يغرس في جسمه. سيدنا عباد بن بشر الدم بينزف اكتر والالم بيزيد اكتر، ولكن الخشوع في الصلاة اعلى من اي الم. ينزع السهم ويكمل. المشرك يجيب سهم تالت ويضربه فيه يغرس في جسمه برضه. سيدنا عباد بن بشر لما لقى نفسه بيموت من السهام ايقظ واحد في الجيش عشان مخاف ان هو يبقى حرام عليه قدام ربنا ان هو يؤثر الصلاة ويموت والجيش يتكشف في اللحظة دي. مشهد عجيب قوي يا جماعة، بالذات لما نقارنه بالمسلمين الوقتي، بالذات لما نقارنه بالجيل بتاعنا. واحد صاحب فندق في وش الحرم المكي، الفنادق اللي في وش الحرم المكي، الفندق اللي على بعد 500 متر ولا 1000 متر ممكن يبقى ب 200 مليون ريال، يعني ممكن يوصل لنص مليار جنيه. الفندق امال الفنادق اللي في وش الحرم المكي بكام؟ عنده فندق عمره ما نزل صلى في الحرم المكي، عمره ما دخل صلى. يوم ما مات داخلين يصلوا بيه في المسجد، لفوا على كل الابواب. انتوا عارفين الحرم لما بيتقفل ويتزحب لفوا على كل الابواب ما عرفوش يدخلوا جثته من ولا باب عشان يتصلى عليه. كأن الله عاقبه. احنا بنقول صلوا في الجامع، لانك لو ما دخلتش الجامع وانت مصلي هتدخله في يوم من الايام بس وانت بيتصلى عليك. ده
ربنا حرمه حتى من انه يدخل الجامعة وهو ميت. لن تدخله حي ولا انت دخله ميت والعياذ بالله. مشهد مشهد عجيب. ما انتش خايف ان ربنا يحرمك، ما انتش خايفة ان تقصيرك في الصلاة او ماشيك على سطر وسطر ربنا بسببه يسحب منك نعمته والعياذ بالله. يا اخوانا من المشاهد العجيبة مشهد فتاة يوم الفرح بتاعها بعد ما خلصت التزين بتاعها المغرب جدا، قالت اقوم اصلي. تصلي ازاي؟ ده انت شعرك اتعمل ومكياجك اتحط، ويعني ده انت دلوقتي عشان تتوضي وعشان ده انت هتبوظ الدنيا. قالت لهم لا يمكن، لازم اصلي. وصممت انها تتوضى وتصلي والكل بيضغط عليها. طب لما تروح البيت اتوضت وصلت في مكانها، وفي هذه اللحظة فاضت روحها الى السماء، ماتت بفستان الفرح كأنها ستزف في السماء بدلا عن الزفاف بتاعها بتاع الارض. يعني دي منظر. المنظر التاني منظر عندنا هنا هوت في نادي من النوادي هنا هوت، احد اخواني واصحابي ساكن قدامه بيقول وهو في البيت سمع صوت صراخ رهيب نزل يجري من العمارة. ايه الصراخ المرعب الفظيع الفجائي ده؟ لقى عروسة بترقص قدام الناس بشعرها بمكياجها، لا تقولي بقى يعني احوالها ولا ترتبها، وهي بترقص وعريسها بيسقف لها والناس كلها بتسقف لها ووحدة الفيديو بتصورها، وقعت ميتة ما بين الناس. بيقول لي نزلت لقيتها ميتة ما بين الناس والناس بتصرخ صراخ جنوني، محدش متخيل ان ممكن حد يموت في اللحظة دي. مش قلتلكوا يا جماعة مستني ايه؟ مستني ايه؟ لان الموت بيجي فجأة. كم واحد خرج من بيته على انه راجع ومرجعش؟ كم واحد راح شغله على انه مروح ومروحش؟ كم واحد الراجل اللي اتصل بزوجته قال لها سخني الشوربة، ده قدام اخت من اخواتنا سخني الشوربة، دقيقة الميكروباص عمل حادثة الراجل مات ونص اللي في الميكروباص ماتوا. يعني الراجل كان كم واحد كان مستني يعمل حاجة وما عملهاش؟ موت الفجأة يا اخوات. مستني ايه؟ كل علامات الساعة الصغرى ظهرت. مستني ايه؟ كل علامات الساعة الصغرى. مستني انك تلاقي نفسك قدام يوم القيامة وربنا بيسألك انت ما صليتش ليه؟ او انت قطعت الصلاة ليه؟ استهترت بندائي ليك ليه؟ استهترت بالوقوف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ فكرت في الموضوع ده. موت الفجأة يا جماعة بيجي في اي لحظة. شاب من الشباب الملتزمين واقف مستني الميكروباص عشان يروح، الميكروباص جه كله مزحوم مفيش غير مكان واحد فاضي فيه بس. الشاب اضطر ان هو يدخل في وسط الزحمه، لقى المكان ده جنب بنت صارخه التبرج، نص كيلو ميك اب على وشها، لبس شديد التبرج يعني شعرها مكشوف. الشاب اتلم كده اتكوم على جنب عشان يبعد عنها، بس والميكروباص ماشي في نص الطريق صعبت عليه. قال لها بدا يحاول ينصحها بصوت دي لطيف ما حدش ياخد باله، قال لها اللبس اللي انت لابسه يا اختي ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، هتقابلي ربنا تقولي له ايه؟ البنت بدل ما تسكت بدأت تتريق عليه، قالت له انت عايز تقولي ان اللبس اللي انا لابسه ده يغضب ربنا؟ قال لها اللبس ده ما يرضيش ربنا. طلعت الموبايل من جيب البنطلون بتاعها وقالت له خد الموبايل بتاعه اهو اتصل بربنا دلوقتي وخلي ربنا يقولي اللبس ده يغضبه ولا ما يغضبوش. كلمه يرتجف لها القلب، تجرؤ على ربنا سبحانه وتعالى. في اللحظة ديت اللي سايق الميكروباص قال لهم الاجرة يا جماعة، بدأوا يلموا الاجرة والناس اتشغلت كلها في لم الاجرة وادوها للسائق. الراجل بيعد قال لهم في واحد ناقص، مين اللي لسه ما دفعش؟ فهو عارف ان اللي جنبه لسه ما دفعتش، قال لهم اللي جنبي لسه ما دفعتش الاجرة يا استاذة، الاجرة يا مدموزيل، الاجرة يا ابلة، ما بتردش بيهزوها لوها ماتت. ماتت في اللحظة اللي قالت فيها الجرأة ده على ربنا سبحانه وتعالى. ماتت في اللحظة. هو اي انسان يا جماعة يستبعد في اي لحظة انه يموت؟ احد اخواننا الله يرحمه كان بطل بطل من ابطال الكاراتيه والقوة، حاجة ما شاء الله، فجأة لقيته بيقولوا فلان مات. مات ازاي؟ ده ما فيش فيه خلية واحدة مريضة. قالوا لي صلى الفجر وقعد على سجادة الصلاة، بعد ما صلى الفجر حط راسه مات. ازاي؟ لسه كنت بفكر في موته من يومين. ازاي؟ مفيش ازاي. انا قاعد اتخيل طب ايه المرض اللي ممكن يكون جوه الانسان والانسان مش حاسس بيه للدرجة دي وهو من بره بالقوة دي؟ في لحظة كل حاجة بتنتهي. المصيبة ان دي لما كان بيتعرض عليها الحجاب ما كانتش عارفة ان دي اخر فرصة ليها في الدنيا وان ملك الموت مستنيها وهي دقيقة وهتفيض روحها الى الله سبحانه وتعالى. عايزين ننتبه يا اخوانا،
عايزين نعرف ان الصلاة دي اصطفاء. مهما اتكلمنا الليلة عن الصلاة، مهما اتكلمنا الليلة عن معاني الصلاة، مهما اتكلمنا عن روعة الصلاة، مش ممكن لا كلام هيأثر ولا اي حاجة هتأثر لو ربنا ما اختارش قلبك، لو ربنا ما اختاركيش. اوعوا تفتكروا ان اللي نزلوا صلوا الفجر امبارح دول اللي سمعوا الاذان بودانهم. كل الناس الاذان وصل لودانها، ولكن مين اللي ربنا نادى على قلوبهم؟ مين اللي ربنا اختارهم؟ الصلاة دي اصطفاء. مش بمزاجك انك تقول انا هبدأ اصلي من اول بكرة، مش بمزاجك انك تقولي من اول يوم السبت، مش بمزاجك انك تقول رمضان الجاي، مش بمزاجك. ده لو ربنا ما اختاركش، لو ربنا ما اصطفاكش، خاف احسن تكون محروم، خافي احسن تكوني مخذولة وانت ما انتش عارفة. خافوا يا جماعة. عشان كده مش هنستنى ان احنا نسمع، انت لازم تعهد ربنا من دلوقتي، انا يا رب انا هصلي يا رب، انا عمري ما هسيح صلي على سطر واسيب سطر يا رب. سبحان الله العظيم. مش نفسك تعيش سعيد، مش نفسك تعيش سعيدة، انت محتاج تصلي. انا مش جاي الليلة اقول لك انت لو ما صليتش هتروح جهنم، الكلام ده هنقوله بس مش دلوقتي. انا عايز اقول لك انت محتاج تصلي، انت محتاج الصلاة، انت محتاج الصلاة اكتر ما انت محتاج اي حاجة تانية في حياتك. ونسيس صاحب الجزر، صاحب الاساطيل، صاحب الطيارات، مات وبنته كريستينا هي اللي ورثته. كريستينا عندها كل حاجة، الجمال والشباب، بنت عندها 22 سنة، معاها 50-60 مليار دولار تحت جزمتها في اي لحظة، لو حبت تولع في فلوسها فلوسها هتموت قبل ما فلوسها تخلص. وعندها الجمال وعندها كل حاجة، ممكن تركب طيارة وتروح اي جزيرة من الجزر بتاعت ابوها. كريستينا ونسيس اتجوزت واحد يوناني طلقها، اتجوزت واحد تاني طلقها، اتجوزت واحد شيوعي، مسحها البلاط في شقة ضيقة في موسكو وعيشها خدامة. الصحفيين هيتجننوا، قالوا لها ده انت رمز الرأسمالية في العالم، ده انت اغنى مليارديرة في العالم، انت بتعملي كده ليه؟ قالت لهم ببحث عن السعادة، بدور ان انا اعيش انسانة سعيدة. كريستينا ونسيس اتطلقت من الشيوعي ده برضو، لقوها بعد 15 سنة كفاح عشان تبقى سعيدة من الدنيا، وعندها 37 سنة منتحرة في شاليه بتاعها في الارجنتين بعد ما خدت حبوب تؤدي الى الانتحار. ليه؟ ليه كريستينا ونسيس انتحرت؟ ليه داليدا انتحرت؟ ليه مارلين مونرو انتحرت؟ ليه الفيس بريسلي انتحر؟ الناس دي اختارت التربة بايديها ليه؟ الناس دي ساعت انها تتردم عليها تحت التراب ليه؟ الناس دي ايه اللي وصلها لكده؟ والدنيا كلها من ايديها، واسباب الدنيا من ايديها، والمليارات من ايديهم، والجمال والفلوس والمعجبين والمعجبات. يبقى معناها يا جماعة ان دي فضيحة للدنيا، ان الدنيا ما فيش فيها سعادة. احد الدعاء، احد الدعاء الى الله سافر انجلترا يتعالج، راح مستشفى ما بيدخلهاش غير الوزراء والكبراء بتوع العالم والدكاترة اللي فيها اكبر دكاترة في العالم. دخل المستشفى رغم ما هو فيه من مرض، قاعد يذكر ربنا، قاعد يعبد ربنا، وشه عليه فرحة وابتهاج. الدكتور قال له انا راجل، قال له انت مسلم؟ قال له اه، قال له انا راجل غني جدا، اللي هو دكتور الانجليزي، غني جدا، مركز كبير جدا، ناجح جدا، بس انا عندي اكتئاب نفسي، حياتي كلها خنقة في خنقة، عندي ضيق مستمر، باخد ادوية اكتئاب. انت سعيد في حياتك؟ قال له انا سعيد. قال له سعيد ازاي؟ لا يمكن تكون سعيد. الداعية قال له انت لما بتحب تمتع عينيك بتعمل ايه؟ قال له ابص على واحدة جميلة او على منظر جميل. قال له طب لما بتحب تمتع ودانك بتعمل ايه؟ قال له لما احب امتع وداني اسمع موسيقى جميلة. قال له طب لما تحب تمتع قلبك؟ قال له امتع قلبي يعني ايه؟ ما هو الحاجات دي بتمتع قلبي. قال له لا، ده كل ده بيمتع جسمك، انما ايه اللي بيمتع قلبك؟ قال له ايه اللي بيمتع؟ قال ايه اللي ممكن يمتع قلبي؟ قال له انك تسجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الدكتور اتأثر بالكلام، هيموت عشان السعادة، صلى واسلم عشان يصلي ويسجد بين ايدين ربنا، ودخل الاسلام لما عرف الصلاة وجمال الصلاة بين ايدين ربنا. ده السعادة لما صلى صح. الصلاة دي ممكن تغير كل حاجة في حياتك، الصلاة دي ممكن تقلب كل حاجة في حياتك. انا عايز اقول لك دلوقتي انت محتاج تصلي قد ايه، انت قد ايه محتاج تصلي.
صلاة الفجر اللي بتضيع عليك كل يوم ديت، انت ما انتش خايف ان صلاة الفجر كل يوم بتقول للأمة ضيعك الله كما ضيعتني؟ مش انت بضيعها كل يوم نايم مع سبق الإصرار والترصد انك ما انتش هتصحى على الفجر؟ مش انت مضيعها كل يوم؟ هو اللي مضيع صلاة الفجر مش ممكن ربنا يبارك له في رزقه، اللي مضيع صلاة الظهر عشان يسعى مش ممكن ربنا يبارك له في صحته وجسمه، اللي مضيع صلاة العصر عشان يرتاح مش ممكن ربنا يريح له قلبه، اللي مضيع صلاة المغرب مش ممكن ربنا يديله السكينة في نفسه ونفسيته، اللي مضيع صلاة العشاء ازاي ربنا يديله الامن في حياته وفي سربه؟ يا اخوانا العكس بقى، الصلاة اذا صلحت صلح العمل كله، مش بس في الاخرة ده في الدنيا، ده كل حاجة في حياتك هتبقى صح لو انت صليت. ياللي عندك مشاكل، ياللي غارس في المعاصي، ياللي بتقول انا لا يمكن اتغير، ياللي بتقول انا يئست من حياتي، ياللي عندك اكتئاب، ياللي ما بتنامش غير على المهدئات النفسية وما بتصحيش غير على ادوية الاكتئاب، نص المجتمع الوقتي بينام على الزنكس والمهدئات وبيصحى على السبرام وادوية الاكتئاب، نص المجتمع الوقتي عايش على الادوية النفسية. قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا. الهلع ده مرض نفسي منتشر، من واحد عنده 40-45-50 سنة يبدأ يجيله هلع من الموت ويفضل 20-30 سنة عايش على المهدئات النفسية لحد ما يموت، كل ما يفتكر الموت يفزع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، اول ما يحصل له اي مشكلة يفزع ويتجعز وحياته تبقى ضلمة، واذا مسه الخير منوعا. طبعا نفسية رهيبة، ربنا خلق الانسان كده، ما يقدرش يستحمل المشاكل، ينهار قدام اي مشكلة، ينهار قدام اي ازمة. طب يا رب مين اللي بينجو من الطبيعة النفسية دي؟ الا المصلين. الله اكبر، يبقى النجاة الوحيد، طوق النجاة الوحيد من انك تنهار في الحياة هو انك انت تصلي صح. عشان كده ربنا بعدها قال الذين هم على صلاتهم دائمون، مش سطر وسطر، الصلاة الصح، الصلاة المستمرة. انك انت تعرف قد ايه الانسان ممكن يعيش مطحون في الالام النفسية، تفهم بقى لما الدكتور الانجليزي اسلم لما صلى، اسلم لما عرف الصلاة، اسلم لما سجد بين ايدين ربنا وداق لذة السجود. زي راجل الماني شاف واحد مسلم بيسجد بيصلي، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له بصلي. قال له يعني ايه؟ قال له دي الصلاة بتاعت المسلمين. قال له مين اللي علمها لكم؟ قال له ربنا. قال له ازاي؟ قال له انا عندي اكتئاب نفسي، لا ارتاح غير لما بعمل الوضع اللي انت عامله ده بالظبط، لما احط جبهتي ومناخيري على الارض في نفس الوضع ده ما بحسش غير اني ارتاح. واسلم الالماني لما شاف منظر السجود، لما شاف منظر السجود، بنت امريكية شابة جميلة الدنيا قدامها شافت منظر صلاة الجماعة، ذهلت بالصلاة واسلمت وبعتت لابوها رسالة تقول له هل رأيت يوما منظر المسلمين وهم يصلون جماعة؟ داعية نصراني متفاني في الدعوة في امريكا وزاهد في الدنيا عشان يدعو الناس للنصرانية، عمل حادثة رهيبة، قعد في المستشفى سنة متربط في المستشفى، جابوا له تلفزيون بيقلب في القنوات اتفرج على منظر المسلمين في صلاة الجماعة، اسلم لما شاف منظر المسلمين في صلاة الجماعة. يا اخوانا احنا مش فاهمين الكلام ده لان احنا عايشين في النور ده، انما الغرب لما بيشوف المناظر دي بيصدمهم. هو في ناس كده؟ هو في ناس بتسيب الدنيا كلها اول ما ربنا يناديها عشان تلبي نداء ربنا؟ شفتوا احنا مضيعين ديننا قد ايه؟ شفتوا احنا مقصرين في حق ديننا قد ايه؟ شفتوا لو الناس شافتنا متمسكين بديننا الدنيا هتتغير قد ايه؟ شفتم احنا منزلين صورة ديننا في العالم كله بسبب تقصيرنا حتى في الصلاة قد ايه؟ شفتوا احنا بعاد عن الدين بتاعنا قد ايه؟ يا جماعة احنا محتاجين نصلي. عشان كده لما نشوف الراجل الدكتور الانجليزي اللي اسلم عشان السجود، عشان السجود ده، في واحد اسلم عشان ينام، عشان ينام، جاله توتر نفسي قاتل لدرجة ان كل المهدئات ما نايمتوش وكل الادوية المنومة ما نايمتوش، بقى يقعد بالعشر ايام مش عارف ينام، بيموت، معدي من قدام مسجد في بره ولقى اخوة التبليغ فيه، فبيتكلم معاهم
قال لهم انا مش عارف انام اعمل ايه عشان انام؟ قالوا له تعالى صلي معنا وانت تنام. قال لهم يعني انا لو عملت زيكم في الصلاة نام؟ قالوا له صلي ونام. اسلم، صلى، بعد ما صلى العشاء معهم نام. صحي ثابت على دين ربنا اللي خلينا من الصلاة. اخيرا لقى حاجة ادت له نفسيته في الدنيا. الناس عايشة في عذاب نفسي طاحن بسبب انها مش موصولة بالله. عشان كده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده قلت لك انا حاطط ايدي على قلبي وانا بكلمك فيه، لان ان صلح كل حاجة في حياتنا هتتصلح. لو عرفنا نصلح دي، لو عرفنا قيمة الصلاة، لو عرفنا نصلح موضوع الصلاة، كل حاجة في حياتنا هتتصلح يا جماعة. فهمتوا بقى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا راحة نفسية من الاكتئاب والخنقة والتوتر وستريس داند ديبريست، راحة نفسية. عرفتوا بقى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين، انت قرة عينك في ايه؟ قرة عينين شباب الامة الوقت في ايه؟ في مكالمة، في موقع، في فسحة، في جرعة مخدرات. قرة عينيك في ايه؟ انك تسمع كلمة حب من مخلوق. قرة عينيك في ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. عايز اقول لك ان اللي ما بيصليش ده جواه اسود، اللي ما بيصليش ده مكتئب، اللي ما بيصليش ده حزين، اللي ما بيصليش ده مخنوق، اللي ما بيصليش ده مش عايش، مش عايش اصلا، عايش بجسده ومش عايش بروحه. عايز تعيش، عايز تعيش عيشة هنية في الدنيا، صلي صح وشوف ربنا هيعمل لك ايه في نفسيتك. لما ربنا قال ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. بص للآية اللي قبلها هتلاقي ربنا بيقول في سورة المعارج، وخدوا بالكوا اسم السورة ان الصلاة هي معراج المؤمن. ربنا قال فيها كلا انها لظى نزاعة للشوى. من فترة قلت يعني ايه الشوى؟ الشوى دي ايه؟ انا مش واخد، انا قلت دي يمكن من الشوي ولا ايه؟ فتحت معاجم اللغة ادور العلماء قالوا ايه في الشوى، لقيت ان ناس تقول الشوى ديت جلدة الراس وفروة الراس، ناس تقول الشوى دي ايديه ورجليه، ناس تقول الشوى دي صوابعه. بصيت لاقوال علماء اللغة قلت الله اكبر، ده الاقوال دي لو حطيناها مع بعض بقت اعضاء السجود السبعة يا جماعة. الاقوال دي لو اتحطت جنب بعض بقت الايدين والرجلين والصوابع والجبهة اللي البني ادم بيسجد عليها. يعني لو تخيلنا المنظر الرهيب ده وربنا بيتكلم عن الصلاة في سورة المعارج، كلا انها لظى، لظى النار قاعدة تتلظى فيها وبيعدي من عصرات نزاعة للشوى. يعني ايه نزاعة؟ يعني ايه جهنم بتقطع ايديه ورجليه وهو ماشي من على الصراط؟ يعني ايه بتنزع مواضع السجود وهو ماشي من على الصراط؟ هيكمل ازاي؟ ما هيقع، هيقع. تخيلوا لما ربنا يقول ان جهنم كانت مرصادة. يعني ايه مرصادة؟ يعني رصدك، عارفين الكمبيوتر لقطك صوت وصورة من وهو طالع من تحت التراب. ربنا يحفظنا، ده وانتد، ده مطلوب القبض عليه. من وهو طالع من تحت التراب ما هوش عارف، انما جهنم رصدته ولقطته ومتراقب طول الحشر والبعث والميزان لحد ما يجي يعدي من العصرات. جهنم تعلم ان ده تارك للصلاة، يجي يعدي من العصرات تقوم لقطه بألسنة الله بتاعتها نزاعة للشوى، تنزع المواضع اللي كان المفروض يسجد ليها عليها ربنا وما سجدش على ربنا ليها. يلي عايش عايز تعيش سعيد، يلي عايزة تعيش سعيدة، مفيش سعادة غير في الصلاة، مفيش سعادة غير في القرب من ربنا سبحانه وتعالى، مفيش سعادة. عشان كده يا جماعة انتوا عارفين الصلاة اتفرضت امتى اصلا؟ حد عارف امتى؟ حد عارف الصلاة اتفرضت امتى؟ ها؟ في عام الحزن، لما النبي صعد في المعراج الى السماء عليه الصلاة والسلام، لما خديجة ماتت، لما ابو طالب مات، لما بناته كانوا وراء الشجر، لما اصحابه مزقوا في البلاد بسبب الاضطهاد اللي هم تعرضوا ليه، ربنا رفعه للسماء عشان يديله هدية الصلاة. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بهدية الصلاة من ربنا. بتقول الهدية ربنا؟ لا، بترفض هدية ربنا سبحانه وتعالى. اللي ما بيصليش ده بيقول لربنا الهدية بتاعتك يا رب مش لازماني، مش محتاج الهدية بتاعتك.
مش محتاج ان انا اخد الهدية دي. الصلاة يعني سعادة، ربنا فرض الصلاة في عام الحزن لان السعادة كلها مرتبطة بالصلاة، لان النبي والصحابة ما كانوش هيتحملوا الضغط النفسي اللي هم فيه الا بسبب الصلاة. الصلاة هتحولك لانسان سعيد، الصلاة هتوصلك بربنا، الصلاة هتملى صدرك بالانشراح. لو صلينا صح يا جماعة، لو الدنيا كلها وقفت قدامنا لا هتعيش الاكتئاب ولا الضغط النفسي ولا التوتر. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السداد مع الاذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، ركزوا معايا يا جماعة، ركزوا في أخطر موضوع في حياتنا. طبعا أنا كنت متخيل إن أنا أخلص أكتر من كده بكتير. يقينا إحنا المرة الجاية هنكمل نور حياتك بالصلاة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن انا عايز نتكلم دلوقتي عن نقاط في غايه الخطوره. ما ينفعش ان احنا نمشي من غير ما نتكلم عنها، لان قضيه الصلاه يا جماعه قضيه يا تلحق يا ما تلحقش، يا تلحق يا ما تلحقيش. الست السيده اللي ما بتصليش وهي بتموت، ابنها بيقول لها قولي لا اله الا الله، قالت له انا الكلمه دي اتقل على قلبي من الجبل، والعياذ بالله. الكلمه دي اتقل على قلبي من الجبل. شوف الكلمه، الشاب اللي هو بيموت بيقولوا له قول لا اله الا الله، قال لهم اعمل بها ايه وانا عمري ما سجدت له ولا سجده واحده. الشيطان يأسه عند الموت من رحمه الله، والعياذ بالله. اللي والشاب اللي ما كانش بيصلي وهو بيموت قالوا له قول لا اله الا الله، فاذا به يسب الدين، والعياذ بالله، يسب الدين للي بيقول له قول لا اله الا الله. يعني مات على الكفر، والعياذ بالله، مات على الكفر، والعياذ بالله. يا اخوانا، ليلة 27 رمضان اتنين ماتوا، ليلة 27 رمضان واحد مات في جرعة مخدرات زايدة، وواحد مات ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي وهو بيصلي التهجد وراء امام الحرم المدني وهو ساجد. مات، سجد، الناس قامت من السجود، كملت الصلاة، بتخلص الصلاة بتهزه، لقوه مات. ده مات ليلة 27، وده مات ليلة 27. اللي مات بجرعة المخدرات ده مات منتحر، لانه هو اللي قتل نفسه بنفسه، لانه هو اللي خد الجرعة بنفسه. والتاني والعياذ، والتاني مات وهو ساجد لله في الصلاة. يبقى اخوانا، الخواتيم بتاعت اللي بيصلي والخواتيم بتاعت اللي ما بيصليش، اللي ما بيصليش ده سهل يزني، اللي ما بيصليش ده سهل يقع في الالحاد. اهم سبب لانتشار الالحاد في الشباب ترك الصلاة. اللي ما عشان كده ربنا قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، لما ضيعوا الكنز ده بعدها واتبعوا الشهوات غيرهم. عشان كده لما تلاقي نفسك واقع في زنا ومش عارف تطلع، واقع في عادة سرية ومش عارف تطلع، واقع في مواقع اباحية ومش عارف تطلع، اعرف ان عندك مشكلة في الصلاة. فسوف يلقون غيا، الغي في الاخرة جهنم، والغي في الدنيا اللي هو الضلال. يعني دول اللي هيقعوا في الالحاد، دول اللي هيقعوا في العلمانية، دول اللي هيصدقوا الشبهات ضد السنة، دول اللي هيمشوا قلوبهم مليانة شكوك في وجود الله، دول اللي هيتمزقوا جواهم في العقيدة بتاعتهم. والسبب الاساسي تضييع الصلاة، ان هم ما قدروش قيمة الصلاة. الصلاة دي حصن، حصن للمجتمع. اوعى تيأس من انك تتغير في الصلاة. عمر بن الخطاب في يوم من الايام كان بيتقال عليه والله لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر، وبقى خليفة المسلمين ومؤسس امبراطورية الاسلام في العالم. اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس انك تتغيري، اوعى تيأس انك انت تتغير. ولكن الصلاة هي الاسانسير، النقلة، طوق النجاة، القفزة اللي هتتغير بسببها لو انت صليت صح. الشاب اللي في شارع عباس العقاد في رمضان بعد الصلاة، صاحبنا خارج يكلمه هو واصحابه، تعالوا ادخلوا الجامع، تعالوا صلوا لربنا، والشباب ركبوا العربية واتخنقوا منه، واتخنقوا منه. الشاب الرابع فضل واقف ما بينه وما بينهم متردد، يا رب ادخل اصلي في الجامع ولا اركب معاهم، ادخل اصلي في الجامع ولا اعيش حياتي، انا كده كده لا صمت ولا بصلي، ادخل اصلي ولا اكمل معاهم. اصحابه نزلوا شدوه ركب معاهم، ركب معاهم، طاروا بالعربية وهم في نفس الشارع، وهم في نفس الشارع. العربية دخلت في عمود نور ولعت، اتحرقت. خرجوا الاربعة من العربية بدرة،
الشباب دول كانوا لو دخلوا صلوا في الجامع كان لسالهم دقيقة ويموتوا كده كده، ماتوها محروقين وهم على معصية ربنا، بدل ما كانوا هيموتوها وهم واقفين يسجدوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الشاب ده كان لسانه دقيقة ويموت، يا يموتها وهو في المعصية ولا يا يموتها وهو واقف يصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى. ما كانش يعرف ان الصلاة دي اخر صلاة تتعرض عليه. ممكن يكون الصلاة اللي احنا بنتكلم فيها الوقت دي الصلاة اللي جاية دي اخر صلاة في حياتك، الصلاة اللي انت المفروض تصليها دي اخر صلاة في حياتك. اربعة رجعوا من الساحل الشمالي، الاربعة من الزنا جنب، العربية اتقلبت، ثلاثة ماتوا جنب لا يصلون اصلا، الرابع بقى الوقت من الدعاء. الرابع ثلاثة كانت اخر صلاة في حياتهم وماتوا على جنابة والعياذ بالله، وواحد هو اللي قدر يتدارك امره. انت تضمن منين ان انت اللي هتتدارك امرك؟ مش الواحد اللي ترك للصلاة ده. ترك الصلاة، ترك الصلاة خواتمهم في غاية السوء يا جماعة. ترك الصلاة دول الشاب اللي واحد بيقول له قريبا بيقول له صلي، قال له لما ابقى قدك، انت كبير، انت في الثلاثينات من عمرك، لما ابقى قدك، انا لسه شاب صغير، اعيش حياتي وابقى اصلي قبل 24 ساعة. كانت المنطقة كلها بتصلي عليه، كان بيصلي عليه، مات فجأة، مات فجأة في حادث من الحوادث، في امر من الامور مات فجأة. يبقى قضية الخاتمة، قضية ان موضوع الصلاة ده موضوع يتلحق يا ما تلحقش. موت الفجأة بينتشر، وعلامات الساعة الصغرى ظهرت، وكل انسان معرض لانه يلقى ربنا. هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ايه لما يسألك ويقولك انا ناديتك ما ردتش عليا ليه؟ لما ربنا يقولك المعاملة اللي انت عملتها لي، لو كنت عملتها لمراتك كانت خلعتك، لو كنت عملتها لدكتور المادة كان رفضك، لو كنت عملتها لصاحب الشغل كان طردك، لو كنت عملتها لواحد كان قلع الحذاء اللي في رجليه وهجم عليك بيه. انت عارف انت عملت ربنا معاملة شكلها ايه؟ انت عارف يعني ايه لو انا اتصلت عليك وكنسلت عليا انا هيبقى نفسيتي ناحيتك ايه؟ في واحد يكبر في علاقته بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة ايه حكم ترك الصلاة؟ انا مش هقدر اقول اللي قالوا عليه كافر، مش هقدر اقول اللي قالوا عليه كافر. ليه؟ لان انا لو قلت لكم اللي قالوا عليه كافر قالوا احكام المترتبة على كده ايه، في ناس مش هتقدر تسمع الدرس ده اصلا، في ناس مش هتقدر تسمعه. لو فصلت لكم مراته هتترعب، وابوه وامه هيترعبوا، وابنه هيترعب، وبنته هتترعب، واصحابه هيترعبوا، كلهم هيسيبوه، لان كل واحد من دول اللي قالوا ترك الصلاة كافر، وده كلام النبي، فمن تركها فقد كفر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي قالوا كده رتبوا احكام ما حدش يقدر يستحملها. عشان كده انا هجيب لك اقوال الائمة الاربعة، اقوال علماء الامة اللي ما حدش مختلف عليهم، اقوال الائمة الاربعة في ترك الصلاة. خدوا بالكم يا جماعة، الامام مالك والامام الشافعي قالوا يقتل، يتقتل، قالوا يتقتل حدا. يعني ايه؟ يعني يتقتل ويتغسل ويتكفن ويتدفن مع المسلمين، يتقتل حدا، يتقتل. ده مالك والشافعي، انا مش جايب لكم كلام حد تاني، انا جايب لكم اقوال الائمة الاربعة. طب الامام ابو حنيفة قال لك لا ما يتقتلش. ليه يا امام؟ قال لك لا يتسجن، لو صلى نسيبه، لو ما صلىش يفضل مسجون لحد ما يموت، يعني اعتقال حد الموت. ده الامام ابو حنيفة. طب الامام احمد قال لك يتقتل، يتحبس 3 ايام، ما صلىش يتقتل. يتقتل ايه؟ قال لك يتقتل كفرا. يعني ايه؟ قال لك يتقتل حدا بتاعت الامام مالك والشافعي غير يتقتل كفرا. كفرا دي يعني كافر، يعني لا يتغسل ولا يتصلى عليه، ويترمى في اي حفرة في الصحراء وما حدش يورث فيه لان ماله حرام، وفلوسه تروح لبيت مال المسلمين، وقصة بقى طويلة بقى مترتبة على هذا الكلام، ويوم القيامة لا يحشر مع المؤمنين اصلا، ويخلد خلود ابدي في جهنم والعياذ بالله. ده اقوال الائمة الاربعة. ابن عباس قال ترك الصلاة كافر، ابن مسعود قال فاسق، الامام مالك قال ترك الصلاة كافر، الامام ابو حنيفة قال فاجر. انت متخيل ان ده اختلاف اكبر علماء الامة كلها في ترك الصلاة؟ طب انت عارف مين هو ترك الصلاة؟ اللي ترك 3 فروض متتالية بدون عذر. وفي علماء قالوا اللي ترك فرض واحد بدون عذر. يعني في علماء قالوا اللي نام وظبط المنبه الساعة 8 الصبح على الشغل، قال لك ده كده كفر. ليه؟ لانه نايم مع سابق الاصرار والترصد انه مش هيصلي الفجر. في علماء قالوا 3 فروض. يعني ايه 3 فروض؟ يعني اصحابه فاتوا عليه العصر يلعب كرة ما صلاش العصر، الماتش سخن على المغرب، رجع بعد العشاء
وكان مهدود نام صحي تاني يوم الصبح ثلاث اربع فروض بدون عذر اهو، قال لك يبقى ده اسمه كافر. انت متخيل يعني ايه؟ لما كنت بقرا في الفقه في ايه اللي يوهب للميت بعد موته، لقيت كل الاعمال الصالحه يمكن ان توهب للميت، ممكن تصوم له، ممكن تزكي له، ممكن تحج له، ممكن تطلع له نذر. العمل الوحيد اللي قال لك لا يمكن يوهب، قال لك صلاه الفريضه. اللي ماتوا عليه صلاه فريضه انتهت خلصت. لما الواحد بيتدبر في صلاه الحرب وربنا بيوصفها في القران، صلاه الحرب يا جماعه يعني، واحنا بنتضرب بالفانتوم وبالميراج، واحنا بنتضرب بالقنابل النوويه والهيدروجينيه يعني، واحنا بنتضرب بالار بي جيهات وبالاف 16 يعني، واحنا بنتقصف بالمدافع والقنابل الذكيه. في وسط الموقف ده ربنا قال لك صلي. ايه اللي بعد كده ينفع انك ما تصليش فيه؟ لو معكش فلوس معلكش زكاه، لو مريض معلكش حج، لو مريضة معلك الصوم، انما لو بتموت فرض عليك انك تصلي. مفيش عذر في الصلاة، حتى لو هتصلي بعينيك، هل حتى لو هتصلي وانت نايمة على السرير. الحاجة الوحيدة اللي مفيش فيها رخصة هي الصلاة يا اخوانا. عارفين ان العلماء قالوا، العلماء ودول مش العلماء اللي قالوا ان ترك الصلاة كافر، ده العلماء اللي قالوا ان هو فاسق بس، اللي قالوا انه كافر قالوا كلام اشد من كده. العلماء اللي قالوا فاسق قال لك ان تارك الصلاة مرتكب كبيرة، ده اجماع علماء يا اخوانا، قال لك ان تارك الصلاة مرتكب كبيرة اشد من الزاني والسارق والقاتل والمرابي وشارب الخمر. ودول اللي مش كفروه، ده دول القول الخفيف. احسن ناس تقولك ده في قول انه فاسق، ده القول اللي فاسق اللي هو ده. واجمع العلماء على ان صلاة الفجر بعد طلوع الشمس كبيرة من الكبائر، ويجب عليها التوبة لكل يوم صحيت بعد شروق الشمس. انا بكلمكم دلوقتي كلام اكبر علماء الامة، انا مش جايب كلامي ولا كلام اي حد يا اخوان، ولا قلتلكم القول بتاع ان هو كافر وفصلتلكم فيه، ده انا جايب لكم القول التاني وبكلمكم عنه. تخيلوا ان اللي يصحى الصبح وهو ناوي ونايم مش هصحى الفجر انا هصحى الشغل، اللي شرب خمرة بالليل اقل جرما منه، اللي زنى في ليلتها اقل جرما منه. انتوا متخيلين يا جماعة؟ انتوا متخيلين يعني ايه صلاة؟ انتوا متخيلين يعني ايه خطورة الصلاة؟ متخيلين؟ عشان كده يعني، عشان النقطة ديت، عشان الخطورة بتاعت الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، عشان القضية قضية مرعبة يا جماعة. القضية ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا شباب ثانوي، فمن تركها فقد كفر. يا بنات اعدادي، فمن تركها فقد كفر. يا كل واحدة عايشة مع زوج ما بيصليش، او عايش مع زوجة ما بتصليش. يا شباب الجامعة، يا اللي ما بتصليش عشان المنوكير وعاملة شعرك عند الكوافير، مش عارفة تتوضي، فمن تركها فقد كفر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاهمين قيمة الكلام ده ولا لا؟ حاسين بخطورة الكلام ده ولا لا؟ يا اخوانا، لما النبي عليه الصلاة والسلام له حديث مرعب في اللي ترك الصلاة، بيقول هممت عليه الصلاة والسلام ان امر فتقام الصلاة، الصلاة تقام، ثم امر رجل فيصلي بالناس، ثم اخذ معي رجال معهم حزم من الحطب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، ثم اذهب الى بيوت اقوام لا يصلون لا يشهدون الصلاة. اروح للي تركوا الصلاة، اروح للي ما بيصلوش، فاحرق عليهم بيوتهم. وقفت قدام الحديث ده قلت ايه ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالك ان تارك الصلاة ده لو يعني هم انه يقتله، طب ليه؟ يبقى تارك الصلاة ده عامل زي الخلية السرطانية، لو اتثبت في الجسم هتقتله هتموته. تارك الصلاة ده لو نشر فيروس تارك الصلاة في المجتمع هيدمر المجتمع، يبقى لازم يموت. طب النبي ليه ما قالش اخد الناس بالسيوف نقتله؟ ليه قال احرقه ما اقتلوش؟ قلت سبحان الله، اللي بيتقتل ده بيفضل جثته موجودة وبيتدفن في مقابر المسلمين، انما اللي بيتحرق ده النار بتحوله الرماد والرماد بيطير. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول احنا لا عايزين جسده معانا حي ولا ميت. واللي بيموت تارك الصلاة ملائكة العذاب بتعذبه طول القبر الى يوم القيامة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مش عايزين ندخل ملائكة العذاب في مقابر المسلمين، يروح بعيد عننا.
كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيتبرأ منه حي وميت، مش عايزه معانا حي وميت. تخيلوا، امال ده يوم القيامة لما يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اشفع لي يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام هيعمل ايه؟ هيشفع له ولا يقول له سحقا سحقا؟ بعد كده قلت طب ليه النبي قال احرق عليه بيته؟ ما احرقوش هو بس، ليه هو وبيته كمان؟ عشان ما فيش اي ذكرى في المجتمع تشير ان كان هنا في واحد تارك للصلاة. يعني المفروض ان الناس تنسى ان في بني ادم كان تارك صلاة وسطها. انتوا متخيلين يا جماعة يعني ايه تارك صلاة؟ فهمتوا من الحديث ده يعني ايه تارك صلاة؟ عايزين تعرفوا يعني ايه صلاة؟ شوفوا الصلاة دي اتفرضت فين؟ شوف الصلاة دي عشان النبي عليه الصلاة والسلام ياخدها خدها ازاي؟ كل تكاليف الدين نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام الا الصلاة، النبي طلع لها عشان ياخدها. كل تكاليف الدين اللي ادها له جبريل الا الصلاة، النبي خدها من ربنا مباشرة سبحانه وتعالى. عشان تعرف الصلاة دي بترفعك قد ايه، عشان تعرف الصلاة دي هدية من ربنا ليكي وليك قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام طلع في رحلة المعراج، طلع سبع سماوات، كل سماء يقابل نبي ويقابل ملائكة، وبعد كده يطلع المقام الاعلى لحد ما في السماء السبعة قابل ابراهيم الخليل عليه السلام. سيدنا ابراهيم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ده اعلى مقام وصل ليه بشر في التاريخ بتاع البشرية. وبعد كده النبي يرتفع كمان فوق السماء السبعة، فوق البيت المعمور، لمقام لم يصل اليه بشر في تاريخ البشرية. يرتفع لحد سدرة المنتهى، وهناك يشوف سدرة المنتهى الرهيبة الجمال. دي الشجرة اللي على باب الجنة. امال الشجر اللي جوه الجنة يبقى جماله ايه؟ اذا كانت المشاية اللي محطوطة قدام باب الشقة جمالها مذهل، امال سجادة الصالون جمالها ايه؟ ويشوف جبريل على حقيقته، ويشوف الجنة عليه الصلاة والسلام. بعد كده جبريل يقول للنبي اصعد يا محمد. طب يا جبريل، يقول له لا جبريل، ده سدرة المنتهى اسمها المنتهى لان مفيش مخلوق تحتها طلع فوقها. النبي يصعد لاول مرة في تاريخ الخلق مش البشرية، حد يطلع فوق سدرة المنتهى. يطلع عليه الصلاة والسلام ويشوف حجاب النور، ويشوف حملة العرش، ويشوف كتاب الاقدار اللي ربنا بيأمرهم بكتابة اقدار البشر، يسمع صوت صريف الاقلام بتاعتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يطلع في هذا المكان الذي لم يصعد فيه بشر ولا مخلوق من تحت سدرة المنتهى، ويوحي الله اليه بالصلاة. تخيل بقى يبقى الصلاة دي قيمتها ايه، وربنا يقول له 50 لانك محتاج 50 هدية من ربنا قبل ان يخففهم الله سبحانه وتعالى. طب يا رب لو هم 50 هناكل امتى ونشرب امتى ونسعى على رزقنا امتى؟ بس صلي وشوف انا اخلي لك حياتك سهلة قد ايه. يا جماعة الموقف اللي اوحي الى محمد عليه الصلاة والسلام فيه بالصلاة بيعرفنا عن ايه صلاة، بيعرفنا خطورة الصلاة، بيعرفنا عظمة الصلاة. اللي ما بيصليش ما بيحبش ربنا. 5 مواعيد بينك وبين ربنا كل يوم، ما بتصليش ما تقوليش بحبه، النبي بيمدلك ايده كل صلاة عشان يعهدك. لو انت نزعت ايدك يوم القيامة هتمدله ايدك، هو اللي هينزعها. ربنا الوقت بيناديك، بكرة انت اللي هتناديه يوم القيامة. لو انت ما لبتش نداءه النهاردة مش هيلبي نداءك بكرة، والعياذ بالله. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نعرف يعني ايه صلاة. انا هكمل المرة الجاية ان شاء الله. انا كنت ناوي المرة دي اتكلم عن تارك الصلاة، والمرة الجاية اتكلم عن اتدرون بين يدي من اقوم، اتكلم عن الخشوع في الصلاة. ولكن المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى يوم 28 اللي جاي ده هنتقابل ان شاء الله، وهنتكلم لسه عن اللي مفرطين في الصلاة واللي بيصلوا على سطر وبيسيبوا سطر. ولكن النهاردة قبل ما نكمل الموضوع الخطير المرة الجاية، لان في ناس عندها اسئلة كتير، في ناس بتقول طب انا اعمل ايه، انا اصحابي كلهم ما بيصلوش، وواحد بيقول انا غارز، وواحدة بتقول انا بعمل موبقات، اصلي ازاي، اقف بين ايديه ازاي، واحد بيقول الصلاة تقيلة على قلبي، وملايين بيقولوا المشكلة مش ترك الصلاة، المشكلة عدم الثبات عليها. احنا يئسنا ان احنا نكمل، يئسنا. واحد بيقول اتوضى ازاي، الوضوء تقيل على قلبي، واخلع الحذاء واخلع الشراب. واحد بيقول انا كل ما اصلي يحصل لي مصيبة. انت يا راجل اتقي ربنا، قول انا كل ما اصلي ربنا يفتح حالي من كل الابواب. شوف المشكلة عندك في ايه، انت جايبها في الصلاة سبحانك يا رب. وواحد يقول انا لما بصلي دماغي بتروح في اليمين والشمال، بحس ان حرام ان اصلي اصلا فبسيب الصلاة. وواحد يقول انا هموم الدنيا اللي انا فيها خلاص مت منها،
وواحد يقول انا غارس في اللي انا فيه، واحد يقول لك اعمل ايه يا عم الشيخ، مشغول والله، مشغول في الامتحانات وفي التجارة وفي المسؤوليات، مشغول، اسيب ايه عشان اصلي، اسيب ايه؟ واحد يقول بحس بتقل على قلبي ساعة الاذان، ببقى بتقطع بس مش قادر. سمعتها من واحد بيقول انا مشيت ساعة صلاة الجمعة في الشوارع، الخطباء شغالين وانا مفطور من البكاء في الشوارع، واخد الشارع رايح جاي، نفسي ادخل الجامع مش عارف ادخل الجامع، مش عارف ادخل الجامع. متخيلين يا جماعة كل ده معناه ايه؟ كل ده عايزين المرة الجاية نعمل حوار مع تارك الصلاة، عايزين المرة الجاية نعمل حوار، انت ما بتصليش ليه؟ مش عايز تنور حياتك بالصلاة ليه؟ مش عايزة تستجيبي لنداء ربنا ليه؟ الصلاة تقيلة على قلبك، طب الحل ايه؟ ولكن المرة دي هناخد جزء واحد من الروشتة، لان ما ينفعش نقفل المرة دي من غير ما ناخد اخطر جزء في الروشتة، روشتة اللي بيصلي على سطره ويسيب سطر، روشتة اللي بيقولك مش قادر اصلي. انا اسألك سؤال واحد، انت عارف انت مش قادر تصلي ليه؟ لان انا قلبي فاسد. لا، ده انت قلبك مليان خير. يبقى لان انا مشغول. لا 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 لا، ده انت ممكن يجي لك دور برد، تنام في السرير اسبوع والدنيا ما بتقفش ولا حاجة. امال انا ما بصليش ليه؟ انت عارف انا ما بصليش ليه؟ لانك مش متعود على الصلاة. ايه؟ هو في الاخر انت عايز تجيب لي ان ترك للصلاة باني بسبب اني مش متعود؟ طب اديك دليل. رمضان اللي فات ده صمت ولا ما صمتش؟ صمت طبعا. ازاي ما صمش؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. استنى بس، ما تستعجلش عليا. صمت رمضان اللي فات، صمت كان النهار 17 ساعة والدنيا حر نار في عز الصيف، والناس رقها هيموت على بق مية من بعد الفجر بنص ساعة بالظبط. قدرت تصوم ازاي؟ ربنا عني الحمد لله. طيب واللي قدر يصوم 17 ساعة في العطش، ما قدرش يصلي ركعتين الفجر في 5 دقايق وهو صاحي، انت عارف انت قدرت تصوم ليه؟ لانك اتعودت من وانت عندك 7 سنين انك تصوم، انما ما حدش عودك انك تصلي. عشان كده المرة الجاية هنكلم الام اللي بتقول اولادي ما بيصلوش، اقول لها حرام عليكي، المشكلة مش في اولادك، المشكلة فيكي. اذا كانوا هم مش قادرين يستمروا على الصلاة، فانت مش قادرة تستمري على انك انت تأمريهم بالصلاة كل مرة وتتابعيهم في الصلاة كل مرة. كفاية مرض الاستسهال اللي عندنا وطلب الحلول السحرية اللي هتقول جوزي ما بيصليش، هنكلمها المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. انما المرة دي مسألة ازاي اتعود يا جماعة، اتعود ازاي، اتعود على الصلاة ازاي؟ الموضوع تعود، هتتعب شوية وهتاخد، خد بالك الدكتور الجراح بيبقى في الجامعة مدرس مساعد، يفضل يلف على المراكز الخيرية يساعد في العملية دي ب200 جنيه وفي العملية ب300 جنيه، لحد ما يقوم قطم وسطه على المكتب سنة واحدة في الدكتوراه، يبقى معاه دكتوراه يفتح عيادة يعمل العملية ب10,000 جنيه. قفزة صبر سنة وبعد كده قفزة في حياته. طالب الثانوية العامة، تعالى يا نصة، روح يا نصة، واد في ثانوية عامة، الواد يصبر على الكتاب يدخل هندسة نووية، مرتب تاني، وضع تاني، صبر سنة واتعملت نقلة في حياته. انت لو صبرت شوية هتبقى نقلة، بس نقلة في مصيرك مش نقلة في الدنيا. المرأة جت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له انا عندي صرع، قال لها اصبري ولك الجنة، اصبري طول الحياة مدى الحياة على المرض وليك الجنة، المرض اللي موقف لك حياتك انت هتصبر ربع ساعة بس وليك الجنة، انت هتصبري 10 دقايق وليك الجنة. الصحابة في تبوك مشوا 1500 كيلومتر عشان الجنة، انت هتصبر ربع ساعة وتاخد الجنة. طب اتعود ازاي؟ واحد، ركز معايا في الكلام العملي بقى، اتعود ازاي وعود ولادي ازاي واتعود مع جوزي ازاي؟ واحد، اول ما الاذان يدن اتنفض وقوم من مكانك. لو قلت انا الوقت بتاع الصلاة ساعتين ما انتش هتصلي يا جماعة، صلاة الجماعة اخف من صلاة البيت 1000 مرة. الواحد لما بيمرض وبينام في البيت بيعرف ان صلاة الجماعة اسهل واكثر تشجيعا، واكثر تشجيعا، غير ان لو المحافظ دعاكي في بيته هتملي الفيسبوك تقولي للناس الحقوا المحافظ دخلني بيته، ربنا فتح لك بيته وانت مستهين بده، وانت مستهين بخاف انك تبقى زي الراجل بتاع السعودية بتاع الحرم اللي حتى وهو ميت الابواب اتقفلت في وشه، ما عرفوش يدخلوا بجثته، ما عرفوش حتى يدخلوا يصلوا عليه في الحرم، خافوا يا جماعة. يبقى اول حاجة عشان اتعود على الصلاة، اول ما الاذان يدن قوم، هب من مكانك،
انا لازم اصلي. طب انا مش قادر. مش قادر؟ انت عارف الوضوء ده بيتفتح لك ابواب الجنة الثمانية بعده؟ مفيش اسهل من كده. انت عارف ان الوضوء ده العلامة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعرفك بها يوم القيامة انك مسلم ويدخلك على الحوض؟ النبي هيعرفك ازاي؟ والصلاة اللي انت بستتقلها هتودي نفسك جهنم؟ هتخلد ابد الابدين في جهنم بسبب انك انت مكسل 10 دقايق؟ قوم. كان ليا واحد صاحبي كان زميلنا في الكلية واحنا في سنة تالتة، كان عندنا امتحان اسمه الباثولوجي. باثولوجي ده من اصعب امتحانات كلية الطب في 6 سنين. ليلة الامتحان كان اليوم اللي قبله مطبق وما نامش. جه الليلة بتاعت الامتحان قال لا يمكن انام، عمل فنجان قهوة، عمل شوب قهوة قد كده اهو، وقعد سهران للصبح. الصبح يعني غفلت منه، وقعت راسه ثواني، اخته داخلة من الباب عشان تعمل حاجة اتنط من مكانه، فضل يشتم نفسه. عارفين قال ايه؟ قوم، في راجل ينام يوم الامتحان بتاعه، قوم. الشاب ده الوقت دكتور في كلية الطب، والعيادة بتاعته بينها وبين المسجد اللي احنا فيه ده عمارتين. دكتور في كلية الطب، قوم. مفيش راجل ينام يوم امتحانه. لما الأذان يدن هز نفسك كلها قومي. مفيش راجل يقعد في مكانه وربنا بيناديه، ما يبقاش راجل ولا يستحق يبقى بني ادم. قومي. بينك وبين الجنه صبر ربع ساعه، وبينك وبين جهنم كسر ربع ساعه. قومي، انفض نفسك. الحاجه الثانيه، طب افرض لقيت نفسي تقيل اعمل ايه؟ مره كنت جنب شاب كده وبيقول لي انا ما صليتش، وبعد كده ماسك المصحف وقعد يقرا، فانا مستغرب هو بيقرا في المصحف ازاي وما صلاش اصلا الاذان. نص دقيقه ولقيته قام وقام طالع يجري على الحمام وقام متوضي ومصلي. فبقول له ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي انا اتعلمت نفسي مع نفسي لما الاقي الصلاه تقيله على قلبي اقوم فتح المصحف واقرا في دقيقتين. بالتاكيد في خلال دقيقه هتقع عيني على ايه هتقوم مقوماني. يبقى تاني حاجه سخن نفسك ازاي؟ لو لقيت الصلاه تقلت عليك افتح درس عن الصلاه، افتح شريط عن الصلاه، اي سي دي عن الصلاه، او افتح المصحف واقرأ في اي صفحة. في خلال دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين، هتلاقي في كلمة خبطت في قلبك قومتك جري على الصلاة. تلاتة، طب افرض الشيطان ضحك عليك ولقيت الاذان عدى والاقامة اقامت والصلاة. طبعا بالنسبة للستات صلاة الجماعة بتاعتك اللي يعادلها ان اول ما الاذان يدن تقطع حياتك فورا وتتوضي وتقعد على سجادة الصلاة ربع ساعة تصلي السنة وتدعي ربنا، وبعد ربع ساعة زي الرجالة بالظبط، وبعد ربع ساعة تقوم تصلي الفريضة، ولو صليت مع عيالك كمان يا سلام يا بختك. يبقى انت كده في الوقت ده كأنك انت صليتي في الجامع بالظبط، بل ممكن يكون احسن ليكي كمان. يبقى اذا الحاجة التالتة، افرض الشيطان ضحك عليها وفات نص ساعة ولا ساعة ولا ربع ولا ساعة، اوعى تحبط، اوعى تيأس، اخطف نفسك من الشيطان، اوعى الشيطان يخطفك من ربنا، اخطف نفسك من الشيطان وقوم وانتفض وكمل، اوعى تحبط. طب افرض بقى في يوم اتشكلت مع مراتي ولا لقيت في مادة ما نجحتش فيها ولا حاجة، ربنا ينجحكم جميعا يا رب ببركة صلاتنا وبنتنا، او في يوم الايام سمعت خبر وحش ما صليتش النهاردة، تاني يوم خلاص وقعت يا عم الحاج، الشيطان طبعا جاي لك، مش قلت لك انك مش هتقدر؟ قول له لا هقدر، قول له لا، قلت لكم الوقت عمر، لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر بقى خليفة المسلمين. لا مش هيأس. اوعى تبقى عامل زي اللي لابس جلابية بيضة لما جه عليها نقطة طين قام نازل يستحمى في بركة الطين وقال ما هي باظت باظت. اوعى اوعى، امسك نفسك وقوم، اوعى تحبط. طب واليوم اللي عداء ما تفكرش فيه دلوقتي، كمل بس وانتظم، وبعد كده نبقى نتكلم عن اللي فات. المره الجايه نتكلم اللي بيشرب خمر ما ينفعلوش صلاه 40 يوم فعلا ولا ايه؟ المره الجايه نتكلم طب الصلوات اللي فاتت وال5 سنين اللي انا ما صليتهمش اعوضهم ازاي، ولازم اصليهم ولا في طريقه ثانيه؟ يبقى دي رابع نقطه. النقطه الخامسه بقى، شجع نفسك. يعني ايه شجع نفسك؟ واحد، صلاه الجماعه. صلاة الجماعة يا عم بقولك ما بصليش، والله العظيم صلاة الجماعة اهون عليك 100 مرة من الصلاة في البيت، وهتسهلك الصلاة. من قلتك الموضوع كله، والمسجد بقى لو قابلت فيه صحبة حلوة ولا تعرفت على واحد ولا لقيت واحد صاحبك بيصلي ولا لقيت شيخ بيقعد مقرأ وقعدت معاه، ربنا هيثبتك في الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى صلي في المسجد، دي من صلاة الجماعة. طيب الحاجة التانية اللي اشجع على نفسي بيها، اسمع درس عن الصلاة كل شوية. اسمع كل يومين ثلاثة كده درس عن الصلاة، تفضل سخن على طول، تفضل مشحون على طول. طب الحاجة التالتة، شوف واحد صاحبك بقى ما بيصليش وشجعوا بعض، او لا بلاش احسن توقعوا بعض، شوف واحد صاحبك بيصلي وخليه يشجعك.
يبقى كده دي احسن. شوف واحد صاحبك بيصلي وخليه يشجعك، قل له تتصل بيا كل صلاه وتقول لي اتق الله وتقومني وما تسيبنيش غير لما تتاكد ان انا قمت، واصحيك الفجر وتصحيني الفجر. اخوانا الموضوع مش لعبه، دي اسمها معركه التعود. لو اتعودت على الصلاه خلاص ما عادش فاضل لك غير معركه ايه؟ ها؟ معركه ايه؟ الخشوع. خلاص هي معركه التعود دي الاولى، بعد كده اتعودت بقت معركه الخشوع بقى بنتكلم في فردوس اعلى ولا اصحاب يمين. انما الدرس بتاع المره دي بنتكلم في جنه ولا خلود في جهنم والعياذ بالله. اخواني واحبابي في الله، لا اريد ان اطيل عليكم، ولكن فعلا انا يعني وانا جاي لكم يا جماعه واكتشفت ان انا في كلام كتير مهم جدا عايز اقوله، وفي احاديث في غايه الخطوره عايز اقولها، وفي معاني في غايه الخطوره عايز. انا فكرت ان احنا نجيب ميت النهارده او نتصرف في او نموت حد منكم ونحطه نقول النهارده ونبدا نتكلم مع بعض بجد، نكفن واحد ونجيبه ونشوف هنعمل ايه، نشوف يا جماعه نعيش، لان احاديث ترك الصلاه والقبر مرعبه مرعبه. فالمره الجايه باذن الله نكمل الجزء الثاني من نور حياتك بالصلاه، نتقابل مع بعض المره الجايه. وعلى فكره يا جماعه انا زعلان منكم، انا زعلان منكم ان اللي يبقى اللي قاعد النهارده نص المسجد بس، انا زعلان منكم. ها مهما كان احنا الامه ما بتصليش، لو اللي قاعد النهارده 2000 واحد، لو الامه ملايين ما بتصليش، المنصوره فيها 5 مليون ساكن، 5 مليون. احنا هنفرح بان احنا لازم المره الجايه كل واحد منكم يجيب معاه واحد. المره الجايه ما تقوليش بقى المره الجايه اصل الظروف ومظروف، احنا مستمرين. انا المره الجايه ان شاء الله هتيجوا باذن الله، هتلاقوني هنا اهو باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى انت كمان تيجي وتسمع دينك وتتعلم دينك وتفهم دينك وتواصل الطريق لدينك وما تقطعش الطريق لدينك الا ان وجدت عبادة اولى من عبادة ان انت تيجي تحضر درس. لو عندك عبادة تقرب بيها من ربنا اولى من الدرس اعملها، وربنا يعينك وانا فرحان لك، وربنا يعينك على اي عبادة تعملها رب توصلك لربنا. ولكن ما تبقاش قاعد في بيتك ما بتعملش حاجة وما تجيش. قبل ما نصلي العشاء هنتفرج على المقطع ده مع بعض وهنعيش بقلوبنا مع المقطع ده مع بعض. ايه؟ لا شغلوا كله بقى، لا شغل كله، شغل كله، نعيش بقلوبنا مع بعض. انا هسكت الوقت يا جماعة، ولكن بصوا على المناظر، بصوا على الناس اللي رجليها متقطعة ورايحة تصلي، بصوا على الناس اللي بتصلي في الجليد، بصوا وعيشوا مع بعض ونطفي النور كده ونعيش بقلوبنا مع المشاهد اللي هنشوفها دلوقتي عشان نقوم نصلي العشاء واحنا مكسوفين من نفسنا دلوقتي.
منكم المشهد ده، شفتوا منظر اللي ماتوا هما ساجدين، شفتوا منظر اللي رجلهم مقطوعة واللي لابسين رجلين صناعية وخلعينها جنبهم هما بيصلوا، شفتوا منظر اللي ايديه الاتنين مقطوعين ورجلين الاتنين مقطوعين، شفتوا منظر اللي ملوش نص تحتاني اصلا، هو صدر وايدين وبس وواقف بيقوم بالناس وراه. شفتوا المناظر ده يا جماعة، وفي مناظر تانية كتير يعني ان ربنا اذن ان شاء الله نجيبها المرة الجاية بإذن الله. يعني مناظر تقطع القلب، ومنظر المسجد والناس بتجري عليه، يا ترى قلوبنا هتجري على ربنا بعد كده؟ يا ترى هنعرف قيمة الصلاة بعد كده؟ يا ترى هنحس بالمناظر بتاعت الناس اللي واخدين أطفالهم جنبهم في الفيديو اللي اتفرجنا عليه ده، ونطبق كل واحد مننا مع زوجته مع أولاده كده؟ نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزق الأمة كلها حب الصلاة، اللهم ارزق الشباب جميعا الصلاة يا رب، اللهم إنا نستغفرك من كل صلاة ضيعناها يا رب، اللهم يا رب حبب الصلاة إلى شبابنا وإلى أمة حبيبك كلها يا رب، اللهم ثبتنا على الصلاة حتى نلقاك يا رب، اللهم ارزقنا الصلاة التي ترضى بها عنا يا رب، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا رب، اللهم لا تحرمنا من الوقوف بين يديك ما أبقيتنا يا رب، اللهم لا تحرمنا من أن نكون من الفائزين بجنة الصلاة في الفردوس الأعلى يا رب، اللهم اهد الشباب والفتيات إلى الصلاة، اللهم اهد الرجال والنساء والأطفال إلى الصلاة، اللهم حبب الصلاة إلى قلوب الأمة يا رب، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.